خلاص يا انتي، انا وضبت لك اوضتي وكمان الحمام عشان تستريحي. ميرسي يا حبيبتي، انا مرتاحه كده. وانا مش هتحرك من هنا، ولو حسيت اني عايز انام هبقى امدد على اي كنبه. انا ما اقدرش اخرجك من اوضتك. يلا يا نعم، يلا حبيبتي، قومي خدي حمامك ونامي واستريحي. استريح؟ طب ازاي؟ ما هو لازم عشان تقدري تقفي على رجليكي. انتي بقالك يوم بليله اهو على الحاله دي. نعم، انا عارفه انه المصيبه تقيله، بس قوليلي في ايدنا نعمل ايه. دي مش تقيله بس يا ليلى، وقسوتها انها جت فجاه وعلى غير انتظار. قولي الحمد لله، ندعي لربنا بقى انه عزت يعدي من الازمه دي على خير. يا رب يا ليلى يا رب. يلا يا انتي عشان خاطري بقى. يلا 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 حبيبتي، تصبحي على خير. انتي من اهل مرسيح. حضرتك ناوية تعملي ايه؟ اعمل ايه؟ وانا اقدر اعمل ايه في مصيبة، خصوصا اذا كانت بالحجم ده؟ الموت والعيا دول قضاء بتاع ربنا، بس هو سبحانه اللي يقدر يردهم. انا ولا بتكلم عن اللي مات ولا عن اللي عي. امال تتكلمي عن ايه؟ فلوس حضرتك لو انكل عزت لقدر الله. هو حضرتك ما فكرتيش في كده؟ لا، هي دي بقى تبقى المصيبة الحقيقية. لا 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 طبعا. لا ايه يا بنتي، احنا مش بنتعامل مع بني ادمين، احنا بنتعامل مع شركة. وهي الشركات دي مش بتبقى لاصحاب؟ وحضرتك قلت اهو ان انكل عزة تتجوز، يعني في ناس ورثة جدد ما نعرفهمش ولا نعرف تصرفاتهم واخلاقهم شكلها ايه. اهو جوازه ده اغرب حاجة وبرضو اخطر حاجة. بس فعلا يا بابا كان لازم افضل معاه في المستشفى. وانت كنت هناك هتعملي ايه يا بنتي؟ ده في الرعايه المركزه والدكتور قال كده برضو يا بابا. بس انت لازم تستريحي لك شويه علشان تقدري تصلبي طولك بعد كده. انا خايفه قوي يا بابا. خايفه من ايه؟ خلي توكالك على الله، قولي يا رب. بس انا خوفي عليه اكتر من خوفي من اللي هيتقال عليا. يتقال عليكي؟ ايه اللي ممكن يتقال عليكي؟ هيقولوا ان انا كنت نحس عليه. اعوذ بالله، اوعي تقولي كده. لا يا بابا هيقولوا، وهبقى شؤم في نظر الكل. كل مين؟ اي حد. بس يقولوا مهما يقولوا، انا ما يهمنيش كلام حد، يقوم هو بس بالسلامه. انا كنت حاسه ان الدنيا برضه هتغدر بيا، بس المره دي ما صبرتش على هنايا كتير. دي ما صبرتش خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. لو شفت فرحته وسعادته قبل ما يسمع الخبر بدقيقه واحده بس، ما كنتش تشوف حزنه وتعاسته لما سمعه. ده ما كانش حزنه وتعاسه، اقول عليه ايه؟ ده جنون، هستيريا، كل ده مره واحده. ما هو برضه يا بنتي كان الله في عونه. ده كلام برضو يا عزت. معقولة؟ مفيش حد في الشركة؟ هتعمل ايه يا كمال؟ هتعمل ايه؟ صباح الخير. صباح الخير. ممكن بس بره صباح. الشنطة دي فيها ايه؟ دي فيها متعلقات الشخصية. طب ودي؟ ها؟ ممكن تتفضل معايا نشرب فنجان قهوة؟ ايه ده؟ حضرتك شايف ايه؟ عجوة؟ شايف فلوس. امال بتسأل ليه حضرتك؟ أولا ممكن ترد عليا أحسن من كده شوية. حاضر، أنا آسف. الفلوس دي قد إيه؟ 25 مليون. يا طبعا تخص حضرتك. تخص شركتنا، مجموعه الانصاري للاستثمار. وجايبها كده ليه؟ يعني ايه؟ سؤالي واضح. فلوسي وانا حر فيها، اجيبها كاش، اشيلها على كتفي، احملها على جمل، انا حر. برضو المره الثانيه بنبهك تراعي حدود اللياقه معايا.
انا مش عارف اقول لسيادتك ايه. هي الفلوس دلوقتي بقت من الممنوعات؟ لا خالص. امال حاجزني هنا ليه وسين وجيم؟ ده بدل ما تشكروني على ان انا دخلت البلد عمله حره، امال لو كنت خدت الفلوس دي وهربتها بره كنت هتعملوا ايه؟ اولا احنا مش حاجزينك، ثانيا السين والجيم اللي سيادتك متضرر منها مش بسبب الفلوس، انما بسبب دخولها بالطريقه دي من غير تحويل بنكي ولا حتى ثابتها في قرار جمركي. ما انا قلت لسيادتك انا حر. لا مش كفايه. يعني ايه؟ يعني الفلوس دي مصدرها ايه؟ عمليه تجاريه. اظن احنا شركه وبنشتغل ولا ايه؟ اه طبعا، واكيد بمستندات. طبعا طبعا. موجوده؟ موجوده في الشركه. وايه طبيعه العمليه التجاريه دي؟ اظن مفيش حاجه تجبرني ان انا اقول. من حقك ما تقولش، واحنا هنعرف بطريقتنا. يعني ايه؟ صحيح أخدت إن أنا أشوفك كده كل شوية والتانية، وكل مرة أنت ما بتتكلمش، ومن ناحيتي ما بحرمش أسألك. أعمل إيه؟ قلبي بقى. لا يا أمي، المرة دي اسألي براحتك. هتجاوبني؟ لو كان عندي إجابة. شفت؟ مش بقول لك أهو؟ لا، بلاش أسأل. لا يا ماما، أنا بتكلم بجد. اتخانقت تاني مع هند؟ وأنا كنت اتخانقت أولاني لما اتخانق تاني. بقول لك إيه؟ ما توقفليش على كل كلمة كده من أولها. حقك عليا يا سيدي. قصدي يعني زعلت مع هند تاني زي النوبة اللي فاتت؟ صدقيني يا ماما، المسألة المرة دي ما تخصش هند خالص. مال تخص مين؟ لو مش عايز تتكلم بلاش. لا بالعكس، أنا عايز أتكلم. يمكن على الأقل أقدر أعرف. أنا
هي دي كل المستندات الخاصة بعملية المطار؟ ايوه يا فندم، لو حضرتك مش مصدقني تقدر تفتش. لا احنا طبعا مصدقين حضرتك، بس نحب نتأكد بنفسنا. ماما الحقيني. نرجس، انا اول مرة اسمع اسمها على لسانك. انت عمرك ما كلمتني عنها قبل كده، بس باللي انت حكيتهولي ده دي تبقى بتحبك قوي. ما هو ده معلوش خلاف يا ماما. وبحالتك اللي انا شايفاها دي تبقى انت بتحبها اكتر. انا؟ ايوه يا خالد. طب وين انت؟ لو كنت حبيت هند بجد ما كنتش استنيت كل ده عشان تخطبها وانا عماله الح عليك وانت كل يوم قريب منها في مصر. طب ما انا ما خطبتش نرجس. عشان زي ما قالك صاحبك، انت شاورت فيها عقلك ما شاورتش قلبك. ومكلمها او اكتب لها او حتى سافر لها، المهم الحقها، الحقها قبل الزمن والظروف ما يغيروها ويضيعوها منك زي صاحبتها ما قالت لك. ايوه يا ماما، بس اوعى تفكر في اي حاجه تانية الا حبك لها اللي مش هتصادف زيه تاني ابدا، وعشان ما تفضلش ندمان عليه طول عمرك. مش هقدر اقوله لك عشان ما تبقاش زي امك يا ضنايا. من الواضح ان حضرتك ما عندكيش اي فكره عن الخلفيات اللي ورا المشروع ده. خلفيات ايه؟ هو له خلفيات؟ طبعا، ومعلومات عنه مدعمه بتحريات جات لنا من الانتربول. عموما حضرتك مش مسؤوله عن اي حاجه خالص، لان حضرتك كنت مجرد مهندسه استشاريه للمشروع، لكن الأنسة هند تعتبر مسؤولة بصفتها شريكة. هند ما تنزعجيش قوي كده يا باشمهندسة، احنا برضو لنا نظرة ونقدر نفرق ما بين المتهم الحقيقي والإنسان المتورط بحسن نية. براحة عليا، ممكن تشرح لي ايه الحكاية بالظبط؟ بص يا باشمهندسة، باختصار كده، في عملية غسيل أموال تمت تحت ستار العملية دي. غسيل أموال؟ ازاي؟ في سياسي افريقي اخذ عموله واندفعت له في سويسرا وحب انه يحولها لحساباته في امريكا. هو فعلا انا اعرف انه كان في وزير افريقي كان شريك، بس انا عمري ما شفته. ولا كنت هتشوفيه؟ ليه؟ لانه شريك شكلي فقط. كل اللي كان عاوزه انه مبلغ العموله يتحول له لحساباته في امريكا من غير اي شبهه، يعني يبقى له مصدر قانوني. فاقترح عليه عزة الانصاري اللي هو صاحبه انه يخش معاكوا شريك في المشروع ده وينسحب منه على الورق بس، ويحول له مبلغ بقيمة العمولة من حساب في أمريكا ما عليهوش أي شبهة، كأنه قيمة التخارج اللي هي فلوسي. بالظبط، وهتكون طبعاً مدعومة بمستندات الانسحاب من الشركة. يعني باختصار كانت هتحصل مقاصة ما بين رصيد حضرتك في أمريكا وما بين مبلغ العمولة، وده طبعاً في مقابل جزء من العمولة يروح لعزة بيه وشريكه، والباقي يخش في رأس مال الشركة وكأن شيئاً لم يكن. والمبلغ اللي كان مع كمال بيه؟ بالظبط، وعلشان كده كان كاش مش متحول، علشان ما يصيرش اي شبهه. لكن الظروف اللي حصلت لعزة بيه واللي منعته انه يروح يقابل شريكه في المطار ويخرجه بهدوء هي اللي قلبت كل الاوضاع. طبعا العمليه اتخطط لها بذكاء شديد جدا، لكن للاسف في النهايه حضرتك الوحيده المضروره من الموضوع ده. طبعا المشروع هيوقف والفلوس اللي اتظبطت هتتصادر بصفتها متحصله من جريمه، لكن بالنسبه لهم هي مجرد صفقه وفشلت، يقدروا يعوضوها من اي عمليه تانيه. بس بالنسبه لحضرتك؟ لا 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 لا، انا هرفع قضيه في امريكا وهرجع فلوسي. ما اظنش ان ده هينجح. ازاي؟ لا بالتحقيق. حتى من غير التحقيقات والمستندات
اوعى حضرتك تكوني فاكره ان السلطات الامريكيه ما عندهاش فكره عن الموضوع. يعني ايه؟ يعني هي كانت عارفه وسابتها؟ صحيح القضايا اللي من نوع دوت زي غسيل الاموال بيتم ضبطها ومعاقبه المتورطين فيها، بس ده بيكون بالنسبه للافراد والعصابات بس. يعني ايه؟ انا مش فاهمه. يعني العمليه دي ليها صله بالسياسه وعشان كده بيكون لها حسابات تانية. برضه مش فاهمه. يعني احيانا بيمرروا عمليات من نوع دوت عشان تبقى ورقه ضغط ليهم لما يحتاجوها. قصدك تبقى زله للسياسي عندهم؟ بالظبط. مدام ليلى، طبعا احنا ما عندناش هنا الحساسيات ولا التوازنات ديت، وعشان كده انا اسف ان انا اقول لحضرتك ان انت والانسه هند مطلوبين للتحقيق قدام النيابه. علاء. امر يا فندم. مع المهندسه ليلى القاضي والانسه هند لغايه النيابه. وتحطوا حراسة على السيد عزت الانصاري في المستشفى لغايه لما نشوف قرار النيابه بخصوصه ايه. مفيش داعي يا فندم. ليه؟ الباقيه في حياتك مره تانية يا هانم. حياتك الباقيه يا دكتور. انا عايزك تتمسكي شويه يا هانم عشان نعرف نتكلم. انا تحت امر حضرتك. يعني بخصوص مصروفات المستشفى ومصاريف الدفنه، يعني انا اسف جدا. احنا مش عارفين نتكلم مع مين او نتصل بمين، خصوصا ان ظهر ان في مشاكل في الشركه. مفيش حد وما بقاش في حد، لكن ما تخافش يا دكتور، انا متكفله بكل المصاريف. كان لازم انا اللي اخد العزا فيه مش حد تاني. عزا ايه بس؟ هو كان في عزا من اصله بعد الدربكه اللي حصلت دي. طب كنت اعمل له انا عزا. ما انا عرضت ده على انعام هانم وهي اللي مرضيتش، وكلامها معقول برضه. اللي ما كانش عاوز يظهره في حياته ما نظهروش احنا بعد ما ماتوا. يعني ايه؟ يعني جوازي منه ده هيفضل سر على طول؟ لا، هي مش قصدها كده. قصدها ان الظروف اللي خلته يخبي جوازه لسه موجوده. لا، هو كان مخبي الجواز ده بشكل مؤقت لحد ما يمهد لابنه، ودلوقتي خلاص ابنه الله يرحمه. مش ابنه بس، انما علشان ظروف تانية. تحقيق اللي شغال والفضايح والبلاوي اللي منشوره في الجرايد، ما نجيش احنا كمان ونزودها، خصوصا انك مش هتستفيدي حاجه لما تقولي انا مراته. صح، ما هو كل حاجه راحت قبل ما تبتدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عمارة أستاذ جلال، شكر الله سعيكم. بقية في حياتك. تفضل 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 سيادة. البقية في حياتك يا هاني. حياتك الباقية يا أستاذ جلال. الموقف خلاص ما بقاش محتاج للأسف ولا الكلام يا أنعام. ربنا يعلم قد إيه ليلى أنا كنت بنبهه، الله يرحمه. كنت دايما بقوله ما تخلينيش أخسر العلاقة اللي ما بيني وبين ليلى. يعني أنت كنت عارفة؟ لا لا، وممكن أحلفلك على كده. أمال نبهتيه على إيه؟ لأن أنا كنت عارفة عزت كويس. عايزت ما كانش يهمه اي حاجه في الدنيا غير مصلحته في البيزنس. طب كنت نبهتيني انا كمان؟ هو اكد لي ان مفيش اي ضرر هيصيبك. اعصبني ضرر ضيع كل حاجه بسبب اللي حصل، مش بسببه. ما تقوليش مش بسببه، ما تقوليهاش. اوعى. زمان كانت الناس هنا يا اما مجرمين يا اما محترمين. عمر المحترم ما فكر انه يبقى مجرم او حتى يرتكب الجريمه، عمره. دلوقتي بقى كله على كله، ما بقيناش عارفين المجرم بقى محترم ولا المحترم بقى مجرم. بقى السجون بقت مليانه بدول على دول. ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي يخلي واحد زي عزت او كمال اللي خدوا اعلى الشهادات ووصلوا لاعلى المناصب انهم يفكروا ببساطه كده انهم يرتكبوا الجريمه؟ وايه؟ ما يهمهمش بس الا انه محدش يعرف. عشان كده انا مش هقعد هنا تاني، ولازم ارجع للستيتس
وحضرتك ترجعي معايا. هند خلاص يا انتي، ده قرار نهائي. انا شفت ايه هنا غير المشاكل والمتاعب والنصب والكد؟ حتى الحب والسعادة ما لقيتهمش، ما لقيتش غير المراوغة ويمكن كمان الخداع. هقعد ليه؟ هتقعدي لانها بلدك. بلدي؟ ايوه بلدك. ما بقى السبب كفاية. ليلى ليلى ارجوكي فهميها انها غلطانة. ما عادش ينفع يا نعم، ما عادش ينفع. افهمها ولا كدبها ولا رد عليها في اللي قالته؟ رد عليها اقول لها ايه؟ دي كل كلمة قالتها عندها حق فيها. انا يا استاذ جلال؟ طبعا يا حياة هانم، حضرتك بصفتك زوجته وانعام هانم بصفتها شقيقته، مفيش ورثة تانيين. وهم حيورثوا ايه بعد تحيات النيابة والتحفظ والمصادرة والحراسة اللي هتتحط على كل حاجة دي؟ هو حضرتك فاكر ان انا بتكلم عن ثروته هنا؟ امال ايه؟ دي قشور يا عمارة بيه، مهما كانت قيمتها. انا بتكلم عن ثروته اللي بره. بره فين؟ في بنوك اجنبية ارصدته فيها ضخمة قوي، وانا الوحيد اللي عارفها، وهقول لكم عليها طبعا بس بعد ما نتفق في الاول. يعني ايه اللي انت عاوزه يا استاذ جلال؟ 50%. 20. 40. 30. اوكي اتفقنا. على فكره برضو بعد ده كله نصيبك هيطلع بالملايين. كام يعني؟ كتير. هجيب لك بيانها بكل دقه وبالمستندات، بس طبعا بعد ما نمضي اتفاقنا. انا بس هحتاج منك توكيل خاص، وانا هجهز بقيه الاوراق واترجمها. لا انا هكون مع حضرتك في كل خطوه. من حقك، التوكيل بكره ان شاء الله. خلاص يبقى انا هعدي عليكي بكره الصبح ان شاء الله، ناخدك ونروح الشهر العقاري، وبالمره ناخد معانا انعام هانم. انت اتكلمت معاها واتفقنا؟ والغريب انها بنفس نسبتك. انت كنتوا متفقين مع بعض ولا ايه؟ لا والله. أنا عارف طبعاً. ودلوقتي بعد البقية في حياتكم نقول مبروك. هي الدنيا كده. سيلافي، عن إذن حضرتك. على فكرة حياة هانم، إنعام هانم اتنزلت لك عن الفيلا لأسباب عاطفية، بتقول إنها ما تقدرش تدخل فيها تاني وهو مش موجود. حظك كده تقدري تروحي تقيمي فيها من بكرة، إلا إذا كان أنت كمان عندك أسباب عاطفية. سلام عليكم. فهمي بيه؟ تفضل. شكر. انا قلت برضو ان يمكن رأيك هنا. كان لازم. ليه؟ عشان اودعه. ومين؟ النيل. النيل؟ تودعيني؟ عشان رجع امريكا. برضو كان لازم.
لازم ليه؟ انت ما قريتش اللي حصل لي في الجرايد؟ هي بس يعني انت هتلاقي الحل هناك. للاسف لا هنا ولا هناك. قالوا هنا هتلاقي اللي يقف جنبك ويساعدك. محدش هيقدر يساعدني حتى لو حد. لا فيه. زي مين؟ زي اللي خدوا على وجودك بينهم وحبوه مش عايزينك تبعد عنهم. ممكن تديهم فرصة. ليه؟ يعوضوك عن الحصر. يعوضوني ازاي؟ بانهم مثلا يشتروا مجمع الشاذلي. ايه؟ اتفضلي. ده شيك. اكتبي فيه المبلغ اللي يعجبك. صدقيني يا ليلى هانم مفيش حاجة هتتغير. إيراد المجمع هيفضل صدقة جارية على روح المرحوم زي ما كان بالظبط. فهمي بيه؟ أرجوكي ما ترديش عليها دلوقتي. وما تسيبيناش قبل ما تفكري في اللي قلته لك. بالإذن. برضه مصمم انك تسيبينا. انا ممكن اغير رايي واستنى بس على شرط. قولي اي شرط. هتقبله؟ هقبله لو كان ده هيخليك تستني معانا مهما كان الشرط ده. مهما كان وعد. الشرط اللي يخليني اغير رايي واستنى انك تجاوبني على سؤال واحد. سؤال ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ انا مش قصدي العرض اللي قدمته لي بخصوص المجمع ولا سبب رغبتك في ان انا مرجعش امريكا. لا، لان ده ولا ده أنا أقدر أفهمه من نظرة عينيك أو من لهجة كلامك معايا. أنا قصدي حاجات تانية، حاجات كتيرة حسيتها أول ما عرفتك ملهاش تفسير عندي. حاجات كتيرة أما جمعها واربطها ببعض بتشكل علامة استفهام ملهاش أي إجابة عندي. حاجات حسيت منها انك كنت عايز تبعدني عنك زي ما انا حاسه دلوقتي انك عايز تقربني منك. انت مين يا فهد؟ انت مين بالنسبه لي من الاول؟ ايه اللي بيربطك بيا؟ ايه اللي بيربطك بيا وبيشكل اللغز ده؟ ما تنساش انك وعدتني. وانت توعديني انك تفهميني لو قلتلك. اوعدك. يبقى هقولك لاني خلاص كفاية كده. انا ما عدتش قادر على الحمل ده صدقيني. Thank you.
انت اللي قتلته؟ لا مش بايدي. ما تفرقش كتير لانك انت كنت رئيس العصابة. حتى لو كنت انا اللي قتلته برضو مش انا اللي قدامك ده. يعني ايه؟ يعني انا كنت انسان تاني غريب عني دلوقتي، وكفرت عن الايام دي، سألت ربنا انه يغفر لي، الحمد لله غفر لي. غفر لك؟ شرفك. مش عشان هو غفور وتواب بس، لا، وعشان بارك لي في مالي وفي ابني. ما تجيبش سيرة ابنك على لسانك لانك ما تستاهلوش. مش اسمي على لسانك. انت وعدتيني. عملتك اكبر من اي وعد. يعني ايه؟ ما تسألنيش. ما تسألنيش.